الو، هلا دانا حبيبتي. نورة سمعيني، ممكن تجيني البيت الحين؟ حسا ما شعر شفيك. نورة الله يخليك، احس اني بموت، تعالي لي الحين. داني خرعتيني، قولي لي ايش صاير. زين حبيبتي خلاص اهدي، الله يخليك عشاني. اهدي، انا كاني والله مسافة الطريق وقف عندك، ما راح اتاخر. أشوى زيد نايم، خل أقول حق رشا إني طالعة عشان يقعد. تقول دانا حبيبتي قولي لي ايش فيك، اهدي وقولي لي ايش فيك، ايش صاير؟ تذكرين البنية اللي كان يحبها بشار قبل لا يتزوجني؟ اللي أبوها زوجها ولد عمها؟ اي أيام. إيش فيها؟ اليوم كان عندي موعد بالصالون مع زبونة. اي طلبت إن أنا اللي أسوي لها مكياجها، عقب ما خلصت عرفتني بنفسها. هذه هي أيام اللي كان بشار يحبها. هذه شلون كذي؟ عمري ما شفت إنسانة بهالوقاحة. يا ريت الموضوع وقف على كذي. شنو بعد؟ تقول إن هي هدت رأي لها ولدها بس عشان تتزوج بشار، وإن بشار عشان ما قدر يصارح نيته هي الصالون وقالت لي كل شيء. ماني مصدقة، شلون جتها الجرأة وجت لي عندك وقالت لك هالحكي؟ أصلاً لو صدق تحب بشار عشان ما حاولت تخرب بيته. ما أدري نورة، ما أدري، أنا وايد مصدقة. سمعيني دانا، بشار مستحيل يتخلى عنك. انت يوم ولده شلون يهدك؟ بشار اختار، لو ما اختارها هي كان ما تكلمت معي بهالثقه اللي شفتها فيها اليوم. حكي فاضي، تكذب عليك، تكذب عليك. تبيك انت تهدين بشار عشان هي تروح تاخذه منك. صدقيني هذا كله تخطيط منها عشان توصل حق اللي تبيه. دانا يعني بالعقل، لو بشار يبيها عشان اضطرت تجي لعندك وتحط نفسها بهالموقف؟ بشار صار لفترة متغير. أنا كان عندي إحساس إنه في سر بحياتي، بس ما خليت هالشيء يأثر علينا. بس اليوم عقب ما سمعت كلام أريام، تأكدت إن أنا خلاص خسرت بشار. ويه، بسم الله عليكم، لا تقولين كذي. بشار وأخوي وأنا عارفة عدل، وقلت لك مليون مرة مستحيل يتخلى عنك أنت يا ولدك. ولده هو الشيء الوحيد اللي مخليه متردد للحين. صدقيني لو أنا مو حامل كان يمكن هو يصارحني بنفسه. نورة تخيلي من تزوجنا عمره ما قال لي كلمة أحبك. يوم بس تأكدت ليش؟ لأن أريام كانت عايشة بيننا طول هالفترة. بشار عمره ما أحب غيرها. دانا اهدي وسمعيني عدل، لما يجي بشار قعدي معاه وصارحي وسمعي منه، وخلي الكلام الفاضي، ولا يلعب بعقلك كلام وحده مثل هذه وتتصرفين بطريقه غلط. هذا موقف صعب بحياتك، لازم تتصرفين بعقل عشان ما تخسرين ريلك، ما تخسرين عائلتك. سمعتيني نورة؟ تخيلي اليوم وانا قاعده اكيد طول الوقت اضحك معاها واسولف وما ادري ان هذه هي اللي زوجي يحبها. توقعي اي شيء من وحده مثل هذه؟ وأول شيء لازم تتوقعين إن هي قاعد تكذب عليك. عندي حبيبتي بليز. مثل ما قلت لك حبيبتي، لا تتصرفين على أساس إن كل الكلام اللي قالته صدق. إن شاء الله. وأنا باكر من الصبح بكون عندك. حبيبتي نورة مشكورة وايد، ديري بالك على نفسك. انتي بعد ان شاء الله. تصبحين على خير. انتي من هلا.
صدقيني يمه، حالة نورة وايد زينة معاي. إيه أنا مرتاحت لها. إيه متأكدة. إيه ما نمت عشان ما قدرت أنام. أنت. ليش لين الحين مو نايمة؟ ومن قاعد تكلمين؟ ما قدرت أنام. دقيت على أمي. وليش سكرت التليفون أول ما شفتيني؟ ولا شيء. أعطيني هون. في أم محترمة تكلم بنتها الحزة؟ يعني بتبينين إن أنت خايفة على مصلحتها؟ يا معودة لو خايفة على مصلحتها وتبينها كان ما طرتي وتزوجتي. علينا الكلام هذا؟ أنت سمعيني. إياني وياك أشوفك داق عليها مرة ثانية، ترى ما تلوميني إلا نفسك. يلا دلفي. خالتك نورة وينها؟ طلعت. شلون تطلع هالحزة؟ وليش أنت ما قلتيلي ماكو ريال في البيت؟ يلا حط راسك في نامي الحين، وياني وياك أشوفك داق على أمك. ترى يا ويلك، أمك هذه لو تحبك وتخاف على مصلحتك كان ما تزوجت. انت لو تكبرين وفاهمه شويه كان تبريتي منها. هذه مين كيف تكون ام؟ يلا نامي. هي والله. ها قعدت؟ في مرة تطلع من بيت ريلة الحزة من غير لا تقول له؟ إيش شايفتني أنا طرطور قدامك؟ إيش فيك زيد هد أعصابك؟ لما طلعت أنت كنت نايمة وبعدين أنا قلت حق رشا إني أنا طالعة. وأنا شاكوب رشا، سألتها قالت أنا ما أدري عنها. وين كنتي؟ كنت بيت أخوي بشار. أو شو موديك بيت أخوي زفت؟ دانا كانت تعبانة ورحت أطمن عليها، شو المشكلة؟ يعني في مرة محترمة تطلع من بيت وبملابس البيت وتقول لي ما في شيء؟ هذا إيش معناتها؟ قلت لك كنت بيت أخوي بشار. بيت اخوك بشار الحزه ولابسه هاللبس، ايش شايفتني انا قدامك غبي؟ انت ايش قاعد تدور براسك؟ شوفي انا اتحمل اي شيء الا انك تلفين وتدورين علي، دقيت عليك تليفونك مسكر، هذا ايش معناته؟ شوف تليفوني شوفه قدامك ما في شحن، شفته ولا لا؟ لا حبيبتي الكلام هذا ما تقصين فيه علي انا، قصي على واحد غبي مو علي انا، قولي لي تحجي انت مع منو كنتي؟ مع منو انت؟ يلا دارج روح دارت البي. تعالي انتي قولي لي مع منو كنتي؟ ايش كنتي قاعد تسوي؟